بعد 10 أعوام تحولت دعوات التخلص من الدكتاتورية إلى شبه حرب أهلية، وصار العراق مرتعاً للمسلحين. ورغم حديث الحكومات العراقية التي تعاقبت على البلاد بعد الغزو عن مساعيها لإنهاء العنف، إلا أن الواقع على الأرض بتعقيداته جعل الأمر مستعصياً على التجسيد. هناك حاجة لتدريب المزيد على ضبط الأمن والحصول على المعلومات قبل أن تنفذ، والمخططات قبل أن تنفذ. الآن يعتمدون في الأمن على الطرق التقليدية، وهي نشر الجيش والشرطة في الشوارع وزيادة نقاط التفتيش. ورغم تركيز الحكومة العراقية على إعادة بناء قوات الأمن وتسليح الجيش، إلا أن عمليات القتل والخطف والتفجير وتحت مبررات وأهداف متباينة ظلت طاغية على المشهد الأمني والسياسي بشكل شبه يومي. نحتاج إلى تسليح والتجهيز والتدريب، ونحتاج إلى تخصيصات مالية، نحتاج إلى تشريع قوانين لمساعدتنا. معظم القوانين هي قوانين قديمة، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وحيازة الأسلحة والتجارة بالأسلحة، معظمها قوانين قديمة وعقوباتها بسيطة. والله صراحة الوضع الأمني يعني بعد 10 سنوات يعني نشوفه بعد هش، صراحة مثير للمخاوف، خصوصا أنه يعني لحد الآن أغلب القضايا لم تحل. نتائج الحرب الطائفية اللي حصلت في عام 2005 2006 2007 بعد آثارها موجودة. الأمن لم يكن التحدي الوحيد الذي واجه السلطات العراقية خلال العقد الماضي، فالعراق بحاجة على الصعيد الاقتصادي إلى استثمارات ضخمة في كافة القطاعات وإلى إعادة بناء البنية التحتية، لكن الحكومة العراقية والأطراف السياسية من موالين ومعارضة مشغولون في صراع سياسي محتدم لا يبدو أن له نهاية، الأمر الذي يعوق أي مسعى لبناء البلاد.